سلام البنات، ان شاء الله تكونوا كامله بخير وعلى خير، ونقول لكم اهلا بكم ومرحبا بكم في قناتكم مطبخ وتدابير دادح. اليوم ان شاء الله حنقصروا قصره خفيفه ان شاء الله اللي تفيدنا في التحضيرات تاع رمضان. بزاف اخوات سقساوني وقالوا لي وقتاش تبداي التنظيف، وقتاش تبداي التحضيرات رمضان. قبل ما نحكوا على المراحل اللي راح نديروا اليوم، اون تيوري نظري، وان شاء الله كيف كيف نديروا يعني بعض الفيديوهات اللي نشجعوا فيها الاخوات باش نبداو نطبقوا كيف كيف التجهيزات تاعنا. على بالكم باللي رمضان من قديم الزمان كانوا الناس توجد له، كيما نوجدوا لاي ضيف يجي جاينا، على بالكم كي يكون ضيف عزيز علينا يجي جاي نوجدوا له، نوجدوا له الدار لازم تكون يعني متحوفه مليح، نوجدوا له الاكل غير الحاجه العزيزه. إبا رمضان هو ضيف يجي لنا مره في العام، الوغ يعني هادو يعني من عوايد تاعنا اننا نوجدوا له. من قديم الزمان يعني ناس زمان كانت دائما في شعبان التحضيرات تبدا في شعبان البنات، داكوغ؟ شعبان يعني سبحان الله كيفاش تبدا تجينا الريحه هذيك تاع رمضان، ولو انه الكثير اللي يقول لك ريحه رمضان راحت. علاش راحت ريحه رمضان؟ حنا اللي نحينا ريحه رمضان، بيسك بدينا نقصوا يعني العوايد والعادات والتقاليد اللي كانوا يديروهم مالينا، بدينا نقصوهم من راحت. ولات الناس تقول لك خلاص العرس والعروسه ما ولاتش يعني فيها الريحه، ما ولاتش فيها، ما ولاتش الحاله عزيزه كيما زمان. كانت العرس والعروسه سبحان الله الحمام برك تاع العروسه، كانوا شنو نقول لكم، العروسه تروح بالخواخي وتروح بدوزان الحمام بالتفريشه بالبنيقه، حطتها حطه من بعيد تعرفي بلي هذه عروسه. دركا هاد الاشياء كاع نقصوا، ولات العروسه تحترف الكابه ولا ساكادو وتروح تاع فيت في رمضان. كانت الناس زمان شكون هذا اللي ما يجيرش، اللي ما يزوقش يجير، الجير كانوا يديروا زمان يزوقوا. شعبان تلقاي واحد الحركه في البيوت تحسي لها ريحتها، منين ريحتها؟ من التجهيزات اللي كانوا يديروهم يعني امهاتنا، وزمان كانت سبحان الله تبداي تشمي ريحه غير من هاد التجهيزات. مالا الريحه حنا اللي نديروها خواتاتي. وكاين بزاف اللي تقول لك هذا شهر، شهر العباده، اكيد شهر العباده في الاساس هو شهر العباده، بصح سا فو با دير بلي هو شهر العباده اننا ما نوجدولوش، او كونترير لازم نوجدو باش يقعد لنا الوقت اننا نعبد الله سبحانه وتعالى يعني كما ينبغي. نقصوا على روحنا بزاف حوايج باش ومن بعد نتفرغوا للعباده. وبيان سور شكون هادي اللي على بالكم بلي الزوجه ولا المراه في البيت تاعها هي اللي توجد يعني بيان سور الافطار للعائله تاعها، وباش توجد لازم تجهيزات مسبقه. يعني هذه كملاحظه فقط. التليفون ديالي دائما لو بيب سونور تاعو تسمعوا. الو، قلت لكم نبداو ان شاء الله نهضروا على هذا الموضوع، كيفاش نجهزوا رمضان. نحب نقول الاخوات اللي بداو كلي حسيتهم شويه يتقلقوا، وراني حاسه بهم، كاين بزاف اخوات ديروا بيان في بالكم راه كاين معانا ناس يعني في القناه مراد، ناس قلال الصحه، ناس عندهم يعني يربوا في دراري صغار، هادو كاملين نحسهم، انا نحسه بلي كيتقلقوا وكيبداو يشوفوا في القنوات والتجهيزات، وكامل يحسوا روحهم بلي كلي هما اي سون انكاباب، ماهمش قادرين. انا اليوم ان شاء الله نطمئن هاد الاخوات ونقول لهم مازال الحال، يعني عندنا الوقت الكافي اننا نوجدوا كل حاجه. وقبل ما نبداو نحكوا على الاغذيه والتوجات تاع يعني من جهه تاع الغذاء تاع الماكله، نبداو بيان سور اننا نقوا البيوت تاعنا ونقوها يعني عن غمق. كاين ثلاث مراحل راح نتبعوهم. المرحله الاولى اننا نبداو نقو قلت لكم يعني عن غمق، نديرو لو غرون نيتواياج. وتحبوا تبداو بالمطبخ، تحبوا تبداو بالبيوت. انا في رايي انا على كل حال بديت درت لي زيليمون، درت الشوك تاع الكوزينه تاعي. بصح سافا با دير بليك دوك من رمضان خلاص الكوزينه، لا لا نعاود لها، نعاود لها حاجه خفيفه، بورتو مازال بلافون مازال الحيوط. المهم انا نقول في رايي اننا نبداو بالغرف، نقوهم بالطبع عن غمق، نحيو لهم الغبار البروفوندور، نعاودو خزايننا، نفرزوهم. سورتو سورتو اخواتي الحاجه اللي ما تتلبسش، الحاجه اللي ما نستعملوهاش يعني نسيو نتخلصوا منها، نصدقوها نمدوها نهديوها ولا كاريمون نبعتوها مطريق، بيسك على بالكم الاشياء اللي ما تتلبسش والاشياء اللي ما استعملوهاش هما اللي عطلونا. ومن بعد حتى نلحقوا للمطبخ نهضروا على التنظيف. من بعد المرحله الثانيه
واللي هي يعني تندار، يعني هاد التجهيزات اللي نقوله لكم دائما في شهر شعبان باش تبدا الريحه تاع رمضان. ما وليداتنا يحسوا بلي هذا رمضان ايفينمون كبير. شوف كيفاش نوجدوا له، كيفاش يعني سبحان الله يولي واحد الجو في البيت، جو مختلف، جو تاع بهجه، فرحه، نظافه، طهاره. قلت لكم المرحله الثانيه هي نبداو بيان سور نوجدوا راس الحانوت، نوجدوا لي زيبيس تاعنا، نرحوهم بيدينا، نحاولوا اننا الفريك تاعنا نخيروا فريك مليح، نغربلوه، بيان سور نخزنوه. وبيان سور لي يعني ظروفه الماديه تسمح انه يدير فال، يشري حاجه هكذا يعني يستقبل بها رمضان، هذه ني سنه ني فرض، مي العاده والعوايد كما كانت تقول اون كوزينا ما مير، يا لو كان بخاس تاع قهوه صغير نديرو فال رمضان، هذه قلت لكم ني سنه ني فرض. وقال لك اللي في يده كل يوم عيده، واللي ما عندوش يحكم حاجته القديمه يغسلها يفحفحها ويفرح بها ويحطها، ماشي دايما عندنا باش نشرو الجديد، القديم تاعنا نطفوه نشبحوه ونحطوه. قلت لكم المرحله الثانيه هي نوجدوا يعني الاغذيه، انا الاغذيه عندي برك الفريك، نحاولوا نحوسوا على حاجه بطبع، نوجدوا لي زيبيس تاعنا، انا هادو هما التجهيزات، الناس اللي يديروا المقطفه، المهم الزهر نقطروه، يعني كاين بعض التجهيزات اللي عندهم واحد الحلاوه ويخلوا واحد الرائحه جميله في البيت، واحد الموفمون جميل في البيت. والمرحلة الثالثة وهذه بالنسبة لي مهمة، أنه إن شاء الله كل ربة بيت ولا كل عويدقة في الدار أنها تحاول تبدل لو ديكور تاع دارها، كشورة جديدة تجبديها، ريدو جديد بدليه، كيما حنا نقولوا بداية مثلا الكنابي ديالك من رجعيه، من الكوزينة خبي الحاجة اللي دايما مثلا شفتيها 3 شهور محطوطة عاودي بدلها ستالاسيون. على بالكم دي فوا أشياء بسيطة برك نديروها، طلع لنا المورال، وكاش تليقات تاعك كيما قال الاخر كنتي مخبيتيهم عاودي حطيهم. المرحله الثالثه هي مرحله يعني التزيين الديكور، وشحال يعني هاد الديكور يعني تغيير، دي فوا تغيير بسيط، قلت لكم كنبي يكون هنا نرجعوا منه، نبدل الغلافات تاع مخايدي، تابي مثلا اني حاطه تابي غوز نبدلو نحط تابي واحد اخر، يعني بالاشياء الموجوده الجود بالموجود. على بالكم بليك التغيير الديكور تاع البيت يعطي واحد البهجه، وتحسي بليك راكي تسناي في ضيف، كيما كيكون عندنا ضيف عزيز علينا ونسناوه نلبسو له مليح ونوجدو له يعني البيت ديالنا مليح ونطيبو له يعني اشهى الاطباق. هذه هي يعني النظري اللي حبيت نقوله لخواتاتي، يعني هاد الثلاث مراحل اللي راحين باذن الله باذن الله اننا نحاولوا اننا نوجدوهم لرمضان. بيان سور مع نحاولوا اني حابه ان شاء الله، هذه يعني الامنيه ديالي اننا نعاونوا لهذا المره النساء العاملات كيفاش يعني يديروا يعني توجد المسبق. على بالكم بليك انا قلت لكم بليك انا ضد فكره يعني المجمد. علاش ضد الفكره؟ بس انا انسانه راني قاعده في الدار، علاش نروح ندير بوراك ونوجدو ونحطو في الكونجيلاتور الوغ كو انا يعني قاعده في الدار، نحب ندخل الكوزينتي نستغل طيب طيابين، نحب كلش فريشك. بصح لو كا تاعي ماشي لو كا تاع تو الموند، كاين خدامات، كاين تانيك اللي مادا بيهم يعني العبادات وقراءة القرآن يختموا شحال مرة القرآن، هادو تانيك ناس مليح كيوجدوا ألافونس. والنصيحة اللي يعني حابة نعطيها لخواتاتي ونحبكم تنوطيوها وديروها في بالكم، أنكم هاد المرحلة سورتو كي يدخل شعبان تحاولوا ما أمكن أنكم تتخلصوا من الأطعمة اللي كاين في الكونجيلاتور عندكم، يعني في المجمد، اللي عندها دجاج مخبيات وتخرجوا تستعملوا، اللي عندها أي حاجة مكونجليتها يعني تستعملها، باش أم بعدا في شعبان كاش ما وجدتي وحطيتي في الكونجيلاتور يكون يعني المدة تاع التجميد تاع هاد الغذاء ما عندوش بزاف، يكون اقل ضروره. ماشي مثلا عندي حاجه عندها 6 شهور وهي مثلا بعد شهر يعني في الكونجيلاتور نخليها حتى لرمضان. الحمد لله هاد لا سيزون فيها الخضره ما يكفي، فيها الفاكهه ما تكفي، انك تقدري ديري توجيد مسبق بصح ماشي ب6 شهور كامل. على الشعبان قلت لكم 30 يوم كفيل ويقي، يعني ان شاء الله نقدروا اننا نوجدوا كل حاجه، المهم الاستمراريه، وما يكونش يعني الواحد ما يكونش تهاون برك، سينو شعبان بالنسبه للناس اللي تقلقت جاوني بزاف تساؤلات وقتاش تبداي وقتاش تبداي. سافا اتخ بوغ تخي بيانتو ان شاء الله نكملوا السلسله تاع التنظيف، نوجدوا كيف كيف واش مال فين نوجدوا لرمضان، يعني هاد الفيديوهات الفائده تاعها تحفيزيه.
كي تكون جماعة هكذا يحفزوا بعضهم، شوفين انا واش درت وانتي واش درتي وانا واش درت، تعانديني ونعاندك ديري كيما انايا وندير كيما انتيا وهكذا، يعني نحاولوا اننا نديروا جو تاع تعاون تاع تماسك وتشجيع باش الناس اللي عندهم شوية تاع الخمول. اني ماشي ما تقولي لي انا هذا الشهر تاع العباده نخلي رمضان يجي يلقاني بغباري ويلقاني بمطرحي كيف كيف، ولا عندي غلاف حطيته عنده شهر يقعد به. نو، ان شاء الله العباده وننقو ديورنا ونوجدو تاني الاطباق الشهيه على حساب يعني المقدور ديالنا، سينو القضيان يقعد هو القضيان. واش عندنا دو بلوس حنا في رمضان؟ بيان سور راح تكون الكميه تاع الفرماج راح نستعملوهم يعني تري سوفون، بتاتر لحوم هديه تاع اللحم المكفت وهاد الحوايج بيان سور ما كاش مائده يعني خاليه من هاد يعني الاطباق اللي تكون شهيه اللي نوجدوها للصائمين. هذه يا اخواتي بالنسبه لفيديو تاع اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم وتكون فادتكم، وان شاء الله هذه اليوم تيوغي انا قصرنا شويه، واليوم لا فيديو ديالي الاخوات اللي راهم مقلقين، وانا على بالي باللي شكون اللي تتقلق لي خالتها صحتها مسكينه ولا اللي عندها وليداتها صغار وهي شايفه دنيتها دايره بها. مهما كان البيت ديالك مرون ولا مهما كان درجه الاتساخ، ما تخميش عزيزتي بلاقل بلاقل، كاين لي برودوي طبيعيه، كاين لي برودوي اللي يتباعوا في السوق، قال لك وسخ تاع عام يروح في نهار. صحة ولهنا برك، وراه ليك ان شاء الله قريب شعبان، ويعني مازال الوقت توجدي مهما كانت درجه تاع يعني تاع الحاله تاع البيت تاعك تكتوكه ولا كيما حبيتي، المهم سهل الحال ان شاء الله نبدا وتكملي وتفرحي ونوجدوا كلش ونصوموا ان شاء الله كاملاتك بالصحه ولهنا. هادي يا خواتاتي، وان شاء الله لا فيديو تاعي هادي تلقاكم كامله مهنيين، ومقعد لي غير نقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.